ايوه يا ماهر، انا بوطه بالاوضه اللي احنا قاعدين فيها خلاص. يا بنت اللعيبه، كنت عارف انا مش هتاخد بيت غلو. بقول لك في حاجه مهمه عايزه اقولها لك. عزه مش قاعده لوحدها في الشقه، الظاهر كده ان هي متجوزه الواد بتاع المهرجانات اللي اسمه شامي. مش الواد ده متجوز باين؟ والله تلاقيهم مش متجوزين اصلا. كان في الدور الكام؟ احنا مالنا يا ماهر متجوزين ولا مش متجوزين؟ اللي يخصنا مكان يمنا، ودينا الايمان. وده تتوغوش وده الموضوع في الواد بتاع المهرجانات ده. العشره الغوازي ما تدخلش عليهم اي حوار. اولها خلص خلاص، خلينا نشوف اخرها هيجيب ايه. ماشي يلا اقفل انا وصلت. ماشي خلي بالك من نفسك. لا اله الا الله محمد رسول الله. سلام عليكم. سلام عليكم. اتفضل. وحشتنا طيب يا ابن الطيبين. ماهر. ايوه ماهر كمان. عاش من شافك يا راجل. يا مرحب يا مرحب. يا دي النور يا دي النور. ده احنا زرنا النبي يا اخي. اتفضل اتفضل. أنا مش جالك عشان قضايا، جالك عشان وحشتني. بس لو عطلك عن شغلك اتكل على الله ربنا. طب نحمد ربنا الأول إن مفيش مشاكل ولا جواد. وبعدين تعطل مين يا راجل؟ أنت ما تتصورش أنا مبسوط قد إيه بدخلتك عليا. والله ما عارف رجلي جابتني أنا ليه كمان. بس بقالي كام يوم أبويا وأبوك عم أبو حد الله يرحمه على بالي ليل نهار. آه ألف رحمة ونور عليهم، الفاتحة. القلوب بتتقلب يا اخي طول عمرك من وانت عيل صغير، لا ليك في الصعيد ولا اهل الصعيد. لا بس انت عارف ان عم ابو واحد عندي في حته ثانيه، وانت والله كمان ربنا وحده اللي يعلم عزتك عندي قد ايه وحياه كتاب الله. صادق يا اخي صادق. كم يوم خير والصلاه على النبي. شفت ابويا وابوك قاعدين بيلعبوا ضمن على كراسيها بيضة شوم منور مع كل لعبه هتك ضحك. صاحي من النوم سامع ضحكة عم أبو واحد في ودني. صوتهم هما بيلغوا بعض بالصعيدي طول النهار في دماغي. أبويا كان يروح دار السلام كانوا عيل صغير لسه موجود، كأنه ما طلعش منها طول عمره. مش هتكلم سعيد إلا مع أبوك. كانوا بيلاقوا نفسهم مع بعض، ربنا يحشرهم في الجنة مع بعض. آمين يا رب. عارف يا ابن عمي ابويا الله يرحمه ما كانش يحب حد كد عم ابراهيم الله يرحمه. عارف عارف. بس انا مش عارف اخد ودي معاك بالصعيد زيه. وانا قلت لك انت مالكش في الصعيد واهل الصعيد. سبحان مجلب القلوب. طالع صغير واحد كل ما بيكبر بيحن لاصوله وجذوره. عندك حد؟ عارف انا اول ما اتجوزت حمي عليا بس مش هكسبك. طبعا مش لا العفو يا ست المستشار. كنت اقعد الشهر والاثنين ما اروحش البلد دلوقتي ما يفوتش اسبوعين غير ولازم اروح. ما رحتش البلد من قد ايه؟ خمس ست سنين من قبل ابويا. خلاص اعمل حسابك تيجي معايا الاسبوع الجاي لو اولاد عمك هيفرحوا قوي. يا ريت والله. سيبها لظروفها. لا وربنا المعبود لا تاج. انت ما تعرفش انا مبسوط قد ايه بمجيتك دي. ها شاي ولا قهوه؟ كوبايه شاي صعيدي بقى من بتوع ابويا وابوك. الله يرحمكم يا طيبين.